السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير يا رب. المحاضرة لهذا اليوم طبعا هي طبعا تعتبر من المحاضرات المهمة بالبريو، هي علاقة البريو بال other part of the industry، other field of the industry اللي هي مثلا اندو راح ناخذ، والأورثو والكونزرفاتيف، وفشيء بسيط عن ال removable prosthodontic. طبعا من المعلوم الواضح يعني تعرفون انه البريودونشيوم ممكن انه يكون interrelated او interconnected ويا البلب تشو عن طريق اللاترال والابيكال كانال. هذه اللاترال والابيكال كانال ممكن انه هي تكون كافية انه يصير يعني pathway exchange of the noxious substance، يعني سواء microorganism والباي برودكت مال مايكروزم، ممكن مايكرو اورجانيزم ممكن ان تنتقل من البلبل تشو الى البريودونشيوم وبالعكس، وبالتالي ممكن انه ياثر الدستركشن اوف ذا بريودونشيوم على البلب وبالعكس. البلب اذا كان مثلا واصل عندي بلبايتس وانفكشن او انفلاميشن راح ياثر على البريودونشيوم. لكن في النقطه هي احنا هنا مثل المقدمه بهذا الباراجراف اكو شيء كلش مهم، اللي هو انه أني أخلي ببالي عندنا الفيصل هو التوث فيتاليتي. نحتاج بعض الأحيان أنه بالدياجنوزيس راح نجي لأن النقاط ونشرحها بالتفصيل، لكن أحتاج لأنه مسألة الفيتاليتي أوف ذا توث كلش مهمة. ليش؟ لأنه التوث لطالما هو فيتال، لطالما أني بالدياجنوزيس مالتي التوث هو فيتال، فحتى لو هو مثلا نفرض أكو فد كيريز زين، واكو مثلا واصل هذا الكيريز خلينا نقول ديب كيريز، فحتى لو اكو انفلاميشن بالبلب بس لطالما التوث فايتال فما راح تكون هذه الانفلاميشن والمايكرو اورجانيزم هي كافيه ان تنتج باي برودكت، او مثلا المايكرو اورجانيزم ممكن انه تعبر وتكون كافيه انه للبريودونشيوم حتى تسوي لي ديستركشن للبريودونشيوم. هاي لطالما شنو؟ لطالما التوث فايتال. الا اذا كان عندي بلاك وكالكولس بكميات كلش كبيره بالبريودونشيوم بمنطقة البريودنتال بوكيت، ممكن انهم سويت لي بالعكس انهم سويت لي ريتروغريد بولبايتس، وطبعا هذا بهالحالة راح يطلع عندي ممكن انه التوث نوت فايتال. فلا طالما التوث فايتال اذا المسألة معناتها انه البريو اندوليشن ممكن يكون وذ ليميتيشن، راح نجي لها بالتفصيل بعد شوية. زين، عندنا الإفكت راح ناخذها كنقطة نقطة بالنسبة للبريو اندو يعني كوميونيكيشن. الإفكت اوف بلب باثوسيس تريتمنت ميجر اند ماتيريال اون بريودونشيوم. زين، الإمباكت اوف بلب نكروسيس، النكروتيك بلب بشكل عام، النكروتيك بلب راح يسوي لي فد انفلاماتوري بروسيس. هاي الانفلاماتوري بروسيس راح ممكن تكون اكو انفكشوس ايتيولوجي، يعني احنا مثل ما ذكرنا انه هسه انا عندي فد نكروتيك بلب هنا طلع التوث نون فايتال، اكو نكروتيك بلب، اكو انفكشوس ايجنت ده تعبر من خلال هذه اللاترال والابيكال كانال الى البريودونشيوم. لكن هسه انا كل معناته انه كل نكروتيك بلب ممكن انه يسوي لي بريو اندوليجين، ممكن انه اشوف اكو مشاكل بالبريودونشيوم بشكل كلش كبير وتحتاج الى انه يصير انه كومبينيشن ما بين بريو اندو. لا، اكو هواي عوامل يعني تعتمد على هذا الموضوع. اولها الميكروبيوتا، شنو طبيعه المايكرو اورجانزم؟ نعرف انه البريودونشيوم اكو فد مايكرو اورجانزم معينه ممكن تكون هي المؤثره اكثر من غيرها. صح، هو يعتمد على الكوانتيتي اوف مايكرو اورجانزم، بس الكواليتي اوف مايكرو اورجانزم ممكن انه يعني نوعية المايكرو اورجانيزم مو هي اللي تسوي ديستركشن للبريودونشيوم. ثانيا الريزيست، الهوست ريزيستنس لهذا الانفكشن، وبالتالي على هالاساس ممكن اني اشوف اكيوت او كرونيك فورم بالدايركت كوميونيكيشن ما بين البلب وما بين البريودونشيوم. زين، بالنسبه للاندوليجين اللي نشوفه احنا بعض الاحيان باللاترال كانال، هي بالحقيقة يعني طبعا نعرف انه اكو ابيكال كانال واكو لاترال كانال، فهي طبعا مسوية لي كوميونيكيشن. احنا هذا بهالشكل ممكن انه راح نشوف اذا كان الكوميونيكيشن عن طريق، طبعا احنا دا نحكي عن انه اكو ليجن واكو مثلا نون فايتال توث او بريودنشيوم ممكن يؤثر على البلب. فاذا كان اكو ليجن عن طريق اللاترال كانال فراح نشوفه باللاترال اسبكت اوف ذا روت. طبعا اللاترال كانال مو دائما هي يعني ممكن انه تسوي لي هذا الكوميونيكيشن. اول شيء لانه هي
مو دائما فريكوينت يعني، ومكاناتها معروفة ممكن تكون موجودة أو ما موجودة، يعني مو مثل خلينا نقول الأبيكال كوميونيكيشن. بالإضافة إلى أنه هي نوعا ما تكون يعني كلاترال كانال دائما تكون مور سمولر دان أبيكال كانال، وبعضها كلش تكون يعني يعني فيري سمول كانال أو تاني كانال، ف ما ممكن انه يجوز اسوي لي كوميونيكيشن. بس على الرغم من هذا اذا سويت كوميونيكيشن راح نشوف المانيفستيشن اوف ذا انفلاميشن وين باللاترال اسبيكت اوف ذا روت. بعض الاحيان نشوف اكيوت اندودونتيك ليجن ان ذا مارجينال بريودونشيوم، هذا شنو طبيعه الحال من يصير اكو نكروسز اوف ذا بالب ويصير بير ابيكال ليجن؟ الليجن يحاول ان يسوي درينج، يعني يحاول ان يفتح ساينس تراكت بال طبعا مينلي بالبكل اسبكت. ليش؟ لانه هنا دائما البون يكون بالجهه البكل يعني ثينر ذان لينجوال، فدائما وين يفتح يحاول انه يفتح بمنطقه البكل. اذا كان هذا البكل ثيك فهو يحاول ان يشوف اضعف منطقه ممكن انه يسوي من عندها درينج المن الى الابسس. فنشوف هنا انه ممكن انه راح يرجع هذا، وطبعا هذه الحالة ممكن انه يعني مو راير ممكن تشوفوها هواية، وهسه راح نجيكم شوي عليها بتفصيل اكثر. هذا هنا من خلال البريودنتال ليجمنت راح يفتح، يحاول انه يفتح ساينس تراكت ويسوي درينج الى الابسس عن طريق المارجنال او الجنجافل سالكس. هنا طبعا هسه انا حتى اميزها قلنا نشيك الفيتاليتي، وممكن انه طبعا كلينيكالي انه راح نشوف البريودونشيوم يعني around the tooth healthy intact. وهنا فقط بمكان معين اللي هو اغلبه يكون البكل اسبكت راح يكون اكو فد بوكيت. البوكيت ممكن ان يمتد تقريبا 7 ملم 8 ملم ممكن واصل الابكس، او مثلا حتى لو اكو لاترال كانال. هنا بعض الاحيان وهذا طبعا قليل لانه هنا ممكن انه يفتح من خلال البكل بون بليت وبعدين يفتح اما عن طريق يعني البنميكوزا او يرجع يعني راجع يفتح عن طريق يعني ويمشي ويا الليفل اوف ذا بون ويفتح عن طريق الجنجايفال سلكس. هذه الحاله اللي يفتح بها عن طريق البريودنتال ليجمنت ويسبب لي لوس اوف اتاتشمنت طبعا يسموها ريتروجريد بريودنتايتس، يعني البريودنتايتس الراجعه مو هي الاصل. طبعا هذه الريتروجريد بريودنتايتس مجرد انه انا اسوي اندودونتيك تريتمنت كلها راح يصير بها هيلينج كومبليت هيلينج، وما يصير عندي اي مشكله نهائيا، يعني ما يحتاج انه انا اسوي سكيلينج وروت بلانينج وهذا كل التفصيل. هسه بعد شويه راح نجيكم على طريقه الدايجنوز الصحيحه. امباكت اوف اندودونتيك تريتمنت، طبعا الاندودونتيك تريتمنت ممكن انه يعني بتاثير اقل، لكن ممكن انه تسبب لي مشاكل بالبريودنشيوم من ضمنها الروت كانال فيلينج. طبعا من المعروف انه انتم تعرفون انه الكتابيركه هي انرت، فاذا صارت بير ابيكالي ماكو مشكله ممكن انه يعني يمشي الحال. لكن المشكله وين؟ المشكله انه السيلر اذا عبر بير ابيكالي فممكن انه يسوي لي اريتيشن، ممكن انه يسوي لي دامج بالبريودنشيوم انفلاميشن او بير ابيكال ليجن، وطبعا يعني ممكن انه يمتد هذا يسوي ديستركشن بالبريدنتال ليجمنت. زين بعض الاحيان ممكن انه ميكانيكال اور كيميكال اريتيشن، يعني مثلا انه واحد يسوي اوفر انسترومنتيشن مثلا ما مضبط الوركينج لينث وبالتالي انه يسوي يظل يسوي اوفر. زين وهذا طبعا كله يعتبر تروما للبريدنشن. الاريتيشن من الكيميكال اريجيشن مثلا اني صوديوم هايبوكلورايد اللي هي نفس ماده القاصر وما استعمل اندودونتيك اريجيشن نيدل اللي هي تصير الاوبننج مالتها لاترال هذه النيدل، استعمل النيدل العاديه وبالتالي ممكن انه تعبر بير ابيكالي بالبريودنشيوم ايضا نسوي اريتيشن انفلاميشن. بالنسبه للفولنج بشكل عام الاوفر والاندر تاثر، الاندر لانه راح يبقى اكو فديد سبيس بالكنال بال يعني بنهاية الكنال، وهذا طبعا يعني هي فد سورس الانفكشن المايكرو اورجانيزم، وراح طبعا هذا يمتد بالابيكالي وممكن يعبر على يعني من خلال البريودنتال ليجمنت ويسوي لي ديستركشن بالبون. بالاضافة الى انه قلنا اوفر قلنا انه اذا السيلر عبر فراح يسبب لي ايضا مشاكل كثيرة. من ضمن الحالات ايضا عندنا الروت بيرفوريشن، ممكن انه يصير عندي نتيجة للروت بيرفوريشن انفلاماتوري ريجين. طبعا هذا وين يصير؟ ممكن يصير بالمارجنال بريودونشيوم. بهذه الحالة مثلا انه البير انت
استخدام مو صحيح، وجيت سويت بيرفوريشن بال خلينا نقول بالفلور اوف ذا بالب تشامبر، او حتى لو ممكن يكون ميزيال ديستري، يعني راح تواجهون البيرفوريشن بحالات كثيره. فبهالحاله راح يصير كوميونيكيشن ما بين البريو والبريودونشيوم وما بين التوث كافيتي، يعني سواء بالب او غيره او بالكورونال بارت اوف ذا بالب تشامبر. طبعا هنا المشكله اللي راح تصير عندنا انه اكو مايكرو اورجانزم راح تعبر من خلال البليدنج اللي راح يصير، راح تعبر الى داخل داخل البالب والى داخل الكنالات، وممكن انه ايضا البريودونشيوم راح يستقبل مايكرو اورجانزم من خلال النكروتك بالب، فراح ياثر لي على حتى الاندو تريتمنت مالتي. فلازم اسوي سيلينج، وسيلينج مضبوط. هذا السيلينج طبعا اكو ماتيريال، هو قبل كانوا يستخدمون فقط الامالجام، هسه الام تي اي والبايودنتين وغيرها من الماتيريال اللي هي يصير بايو كومباتبل، وممكن انه ما تسبب لي مشاكل وما تاثر على البريودونشيوم، وبنفس الوقت تضمن لي انه جود سيلينج بحيث ما يعبر المايكرو اورجانيزم بين الجهتين. طبعا اكو هم فد ملاحظه، يعني ممكن انه هسه حاليا، ولا هو مو هذا الموضوع مو بريو، ممكن انه هسه حاليا اكو موجوده بيرات معينه اللي هي اسمها الاندوزات بير، ما ادري اذا يمكن يعني اكيد ماخذيها انتم بالاندو، هذه تصير نان كاتنج اند، وبالتالي انا ايش قد ما اخذ بيها يعني بالفلور مال بالب تشامبر، او يعني ايش قد ما اخذ اثناء الاكسس اوبننج ما راح اسوي لي بيرفوريشن. فهذا فد شيء يعني جدا مفيد يعتبر، ومهم يعني اثناء عملكم الكلينيك. زين هسه نجي على الافكت اوف بريودنتال ديزيز على اليمن على البالب كونديشن. طبعا البريودنتال ديزيز لما تكون عندنا مودريت بريودنتايتس اللي احنا نقصد بها تقريبا 3 الى 4 ملم، لان هي من تزداد عن 5 ملم طبعا تعتبر سيفير بريودنتايتس. مودريت بريودنتايتس ما لها ذاك التاثير المهم كاتاتشمنت لوس، لان كميه المايكرو اورجانيزم مو كافيه انه أنا تعبر خلال لاترال او واصله مثلا الابيكال يعني كانال، بحيث الابيكال فورامن، بحيث انه ممكن انه تعبر البلب. ولهذا لما تصير واصله الى سيفير بيريودونتايتس، لما عندي العابر او واصله الابيكال فورامن، فبهالحاله ممكن انه تاثر لي على شنو، يسوي لي ديستراكشن لل البلد سبلاي اللي توصل عن طريق البابيكال فورامين وتطب الى البلب. لكن لطالما البلد سبلاي موجود، فالتوث باقي محافظ على انتاكت بلب تشو، محافظ على الفيتاليتي مالته. راح نرجع لاول نقطه قلناها انه لطالما اكو فيتال تشو ف فيتال توث، فمعناته انه المشكله خلينا نقول محلوله، لانه هذه وذ ستاند انجيريوس اليمنت. زين طبعا عادة لما يصير عندي periodontal destruction، وهذا خلينا نقول يعني كمثال ممكن نشوفه بال anterior teeth يعني بشكل كبير، لما يصير عندي periodontal destruction لدرجة انه يصير اكو tooth mobility. خلينا نشوفكم هاي الصورة. هذه هنا ال anterior teeth، ال lower anterior teeth، لما يصير عندي periodontal destruction وعندي موبيلتي بهذا التيث ومعالجت اني، يعني نفرض انه اني عالجت خلينا نقول البريدنتال ديستراكشن، عالجت البلاك والكالكولاس، لكن بقت اكو موبيلتي بالتيث لحد معين، اكو موبيلتي بالتيث، المفروض اني انه اعالجها واسوي لها سبلنتنج حتى امنع الموبيلتي. الموبيلتي الظل انه هي شنو راح يصير، راح يصير الاوكلوجن العادي يتحول الى تروماتيك اوكلوجن، فالتروماتيك اوكلوجن راح يظل اكو موبيلتي بالتيث. زين هنا هذه الموبيلتي راح بالتدريج شوي شوي تسوي لي كراشنج للبلاد فيزلز اللي تعبر عن طريق الابيكال فورامين، وبالتالي يتحول التوث من نون فايتال الى شنو، العفو من فايتال راح يتحول الى نون فايتال، فراح يصير لي بريو اندوليجن. هذا ممكن انه نشوفه بالانتير تيث، لان هاي اصلا كميه البريودونشيوم اللي يحيط بالاسنان هي كميه ضعيفه. زين هسه الانفلونس اوف بريودنتال تريتمنت اون ذا بالب، هنا اكو فد شيء مهم. طبعا احنا بشكل عام يعني سواء السكيلنج او روت بلينينج ممكن ياثر على البالب فايتلتي، لا يعني خلينا نقول بشكل عام لا، يعني الا اذا بعض الاحيان اكو فد شيء متعمد انه واحد اجى سوى سكيلنج بشكل خلينا نقول يعني كيرلس، وفتح فد فلاب ووصل الى منطقة الابيكس وظل يسوي سكيلينج يعني تروماتيك خلينا نقول سكيلينج او روتي بلينينج، فسوى دمج للبلد فيزلز،
منطقة الأبيكال فورامين وسوى لي التيشو نكروسس بالب تيشو نكروسس، لكن بشكل عام السكيلن جلوت بلينينج ما يأثر على البالب فايتاليتي. ممكن انه يصير، يعني انا مثلا ممكن انه يصير فد سمبل انفلاميشن بالمنطقه اللي هي مجاوره للانسترومنت استرومنتد روت سيرفيس، لكن هذا مو معناه انه هو كافي انه يسوي لي دامج او نكروسز، لانه هذا طبعا راح يصير وراء ريبير ويروح للانفلاميشن. اللي نشوفه اكثر شيء شنو، انه انت من تدخل سكيلينج وديب سكيلينج وبالسكيلر مو بال خلينا نقول بالكيوريت، يعني يعني ما تستعمل المانوال. مشكلة السكيلر شنو؟ السكيلر انه ما بيتك تاكتايل سنسيشن، فانت كانما دا تشتغل عمياوي. عندنا يعني فد شيء يعني ثاني انه ممكن ياخذ بنظر الاعتبار انه السمنتم من منطقة الكورونال بارت او الكورونال ثيرد من الروت يكون ضعيف جدا، الثيكنس مالته تقريبا بقد الثيكنس اوف ذا هير، بقد الثيكنس يعني الشعره. فبالتالي ممكن انه انت تشيل ديزيز سيمنتام من خلال هذا السكيرنج، يعني طبعا السيمنتام يعتبر من يعني اضعف هارد تشو، يعني اضعف من الدنتين واضعف من البون، طبعا اكيد اضعف من الانامول، فممكن ان ينشال منه بالسكيلر. يعني هو الكونكتيف تشو الهارد كونكتيف تشو الوحيد اللي بي الاورجانيك اكثر من الانورجانيك، لهذا ممكن انه انت بالسكيلر راح تشيل من عنده جزء، تشيل من عنده ممكن جزء كبير، وممكن نسوي اكسبوز للدنتين. فهنا النيجاتيف افكت الوحيد اللي نشوفه هو الروت دنتين هايبر سنسيتيفيتي، لانه انت سويت اكسبوز للدنتين والدنتينال تيوبولز، وبالتالي صارت هذه سنسيتيف. وهذا طبعا اللي نشوفه اكثر البيشنت اللي مرات يسوي الاسكيلينج، راح يشوف انه مثلا اذا دخلت شويه ديب او مثلا وصلت الى منطقه الروت راح يقول لك انه انا عانيت من سنسيتيفيتي لفتره استمرت، وبعدين ممكن اذا كان فشي بسيط يروح، وممكن اذا لا اذا كان انت لاح بالسكيلينج بشكل كبير ممكن انه يسوي لي يعني هايبر سنسيتيفيتي لفترات طويله. هسه بالنسبه للروت هايبر سنسيتيفيتي، يعني انتم اخذتوا محاضره الدنتين هايبر سنسيتيفيتي، انه شنو اللي يصير، انه طبعا هي نظريات كثيره من ضمنها الهيدروديناميك ثيوري اللي هي انه دا يتحرك الفلويد بالدنتال تيوبولز ويتحرك لي الادونتوبلاستيك بروسس ودا ينقل لي هذا السنسيشن الى البلب او الى النيرف تيشو. المهم البريودنتال ديزيز هي ممكن انه تكون ريسبونسبل لا كانت العفو ريسبونسبل لللوس اوف سبورتنج ستراكشر. فيعني انا من عندي بريودنتال ديزيز active periodontal disease ومسببت لي خلينا نقول destruction بشكل كلش كبير all around the tooth. هنا الحل هو اندو فقط، لو اندو بريو، لو البريو اول. طبعا الاندو دونتك تريتمنت هذا لا غنى عنه اكيد، يعني هو هي يعني في شيء كوميونيكيشن بيناتهم، لكن طبعا هنا بهالحاله انه هو البريودنتال تريتمنت هي تفضل، انه لان ما ينحل انه هذا المشكله الا بالبريودنتك تريتمنت. زين بوسط هالهوسة هذه، هسه انا عندي بريو اندو ليجن، شكيت انه بريو اندو ليجن، ابدي بريو ابدي اندو، اعرف السبب شنو، راح نجي لها بشيء من التفصيل. زين عندنا اول حالة، طبعا يعني هو اكو اختلاف انه اول شيء نشيكه او ثاني شيء، بس احنا راح نمشي على ما موجود حاليا بالمحاضرة، يعني دراسات مختلفة. التوث فايتاليتي يعني خلينا نقول اللي راح يكون هو الفيصل بهذا الموضوع هو التوث فايتاليتي. فاذا كان التوث فايتال بالتالي معناته مثل ما قلنا بالبدايه انه كميه النكروزز الموجود بالبالبال تشو ما مأثر، واني بهالحاله راح انه مجرد انه سو بريدنتال تريتمنت. طبعا انا مثلا هذا شنو هاي الحاله شنو، مثلا انا عندي كيريز وعندي بلاكو كالكولاس، فانا اذا اعرف انه هذا الكيريز او البريودنتال ديستركشن انه هو سبب الكيريز وانه بالبال تشو نكروسز، لو لا انه فقط هو هذا البلاكو كالكولاس بسبب البريودنتال ديستركشن، بهذه الحاله قلنا اقيس اشوف التوث فايتاليتي واشيك اذا التوث فايتال، فمعناته انه ما واصل انه بالب نكروسز، ومجرد انه اسوي البريدنتال تريتمنت. وبالنسبه للتوث راح اسوي مثلا الفلنج العاديه. هسه شلون اقيس التوث فايتاليتي؟ اكو طبعا طرق القياس مختلفه، من ضمنها هو البالب تيستر، من ضمنها انه اقدر اسوي يعني ابلايد الاثيل كلورايد اللي يكون هذا يعني فد اخليه بقضمه واخليه على التوث، هذا طبعا فد كولد
يعطينا فد يعني فد إحساس يعني بالكولد، وممكن أنه الكتب يركي أحميها وأخليها على التوث، هذا يعطينا إحساس بالهوت، فإذا التوث فايتال فراح يتحسس لهذا الموضوع. أما إذا كان التوث نون فايتال فالكوز ممكن أن يكون بيور اندودونتيك. وطبعا هنا هسه راح اراويكم الصور اللي انه انا اقدر احكم عليها. والبريودنتال ديزيز ممكن انه طبعا يعني ممكن انه يصير واصل للابيكال فورامين فيكون كومبايند اندو بريو ليجن. راح نشوف الصور وشوية نناقش عليها اكثر حتى الصورة تكون اوضح. هسه هنا بنجي هذه الصورة، خلينا نحكي كلينيكالي وبناء على هذه الصورة. اجاني بيشنت وعنده كيريز، وعنده كيريز وعنده اكو فد علامات للبريودنتاتس، اكو الاتاتشمنت لوس او اكو بوكيت. هذه راسا راح اشوف الفايتاليتي تيست، اشوف التوث نون فايتال. من نون فايتال اللي صار شنو، انه اكو هذا المايكرو اورجانيزم عن طريق هذا الكيريز اللي اصلا سوت لي البلبل نكروسيس، وعبرت عن طريق ديفرنت كانال سواء ابيكالي او الكنال اللي موجوده بمنطقه الفوركيشن اريا او الكنال الموجوده باللاترال كنال، فعبرت الى منطقه الجنجيفل، فبالتالي سوت لي ديستراكشن بالبيرودنتال ليجمنت. وممكن هذا يكون الديستراكشن في شيء محدود بس على قد الوايدنج، ممكن ما يكون فتح ساينس تراكت يعني هذا الديستراكشن، او مثلا صار اكو موبيليتي بالتوث فسمبل موبيليتي فهذا صار ما فتح ساينس تراكت بالجنجيفل. راح نشوفه بعد شويه. زين، بعد عندي شنو مثلا ممكن يكون انا عندي بلاك وكالكولاس وجيت شفت التوث نون فايتال، بس بنفس الوقت ما عندي ذاك الكيريز، ما عندي ذاك الكيريز اللي انا اقدر احكم انه عليه، انه اقول هذا التوث واصل عنده بسبب الكيريز الموجود. ايضا اقيس الفايتاليتي تيست. طبعا يعني الكلينيكال فايندينج هي كلش مهمه، يعني انا اجي اشوف بوكيت واجي اشوف بلاك وكالكولس وغيره، واكو دامج من خلال الاكس راي، اكو دامج للبريودونشيوم، بالتالي هنا راح يصير اشوف التوث نون فايتال بعد ما اقيس اشوف الفايتاليتي تيست. فهنا معناته شنو، المايكرو اورجانيزم عبرت من خلال اللاترال كانال او دامج للدستركشن البريودونشيوم وصل الى منطقه الابيكال فورامين وعبر الى الابيكال ابيكالي يعني ودخل الى البالب وسوى لي نكروسيس. طبعا هذا يسموه ريتروغريد بالبايتس، اوكي هذا بريو اندو اوريجين ريتروغريد بالبايتس. هذه الحاله اللي نسميها ريتروغريد بريودنتاتس واللي هي ممكن ان نشوفها، وخليني اشرح عليها زين. هنا هذا التوث بي نكروسيس، خلينا نقول بي كيريز، اجيت شفت اكو بريودنتال ديستراكشن قصت البوكيت، اكو فد بريودنتال ديستراكشن، اكو بوكيت، اكو اتاتشمنت لوس واصل خلينا نقول فد 9 ملم 10 ملم. بنفس الوقت طبعا صاير خلينا نقول على البكال اسبيكت، بنفس الوقت يعني الاذر تيث ونفس هذا التوث الميزيال والديستال والباليتال هي تقريبا هيلثي، وحتى الجنجيفا هم نوعا ما هيلثي، يعني مو كلش انه بيها ذاك الانفلاميشن اللي ممكن انه يسوي لي ديستراكشن على قد البوكيت. هنا هذا الموضوع حتى نتاكد ناخذ اكس راي ونخلي كتب يركي بداخل هذا البوكيت، نشوف امتداد الكتب يركي الى وين واصل، واصل مثلا فد لاترال كنال واضحة او واصل الابيكال كنال واضحة. هذا اذا طلع لي بهالشكل هنا انا من خليت مثلا هذه الكتب يركي واخذت اكس راي، شوف الكتب يركي من تخليها وين تخليها، تخليها بمكان البوكيت ما بين الجنجيفا والتوث، وصلت الى تقريبا منطقة الابيكس. معناتها شنو؟ معناتها اكو ديستراكشن جاي من منطقة الابيكال فورامين وعابر من خلال البريودنتال ليجمنت فاتح ساينس تراكت، قلنا لانه مثلا لقى البون ثيك ففتح ساينس تراكت عن طريق البريودنتال ليجمنت. زين، هسه ليش ما اقول بالعكس؟ لا والله هي ممكن يجوز البوكيت هو اللي فتح هذا السوالي اتاتشمنت لوس وعبر ووصل الى بيكال فورامين، اللي يحدد هذا اللي شفناه احنا كلينيكالي. كلينيكالي اكو بلاك وكالكولاس على هذا التوث والاذر تيث، وباكثر من مكان اكو اتاتشمنت لوس. اذا لا
فمعناته المشكلة هي من الاندو من البوب تشو عبر الى البريودونشيوم. ليش؟ لانه ما عندي بلاكو كالكولوس، هذا مجرد ساينس تراكت اجاني من البلبال تشو اللي صاير بيه نكروسس. اما اذا لا والله يعني البلاك والكالكولوس والنكروسس اللي صاير بشكل كلش كبير من البريودونشيوم، فممكن احتمل بهالحاله هذه على انه السبب هو البريودونشيوم. طبعا اكو ايضا اكو فد هنا، طبعا اكو كومبايند بريو اندوليجن اللي هو طبعا هذا مثلا يكون اكو بريودنتال ديستراكشن، وبنفس الوقت اكو يعني التوث نون فايتال او بالبال نكروسس، وهذا يسموه كومبايند بريو اندوليجن. زين، هسه الحل شنو؟ انه اني ابدي بريودنتال تريتمنت لو الدودونتيك تريتمنت. قلنا اذا التوث فايتال فالبريودنتال تريتمنت هي كافيه، وطبعا يبقى البيشنت على الفولو اب. اما اذا التوث نون فايتال والبيشنت جاي بالساينس اوف انفلاميشن اللي هي الشوتينج بين وغيرها، فبهاي الحاله انا ما عندي خيار غير انه ابدي بالاندودونتيك تريتمنت. ليش؟ انه البيشنت لازم يعني اخلصه من الالم اللي هو جاي عليه، يعني خلينا نقول الاميرجنسي تريتمنت، وبعدين راح انا انه ابدي يعني ابدي مثلا بالبريودنتال تريتمنت. لان البريودنتال تريتمنت ممكن ما تسبب لي مو مشكله البريودنشيوم انه هو مثلا سيفير بين، لا طبعا اذا كان بريودنتال ابسس. المهم فاني بهالحاله دائما اخلي ببالي اذا التوث نون فايتال فراح ابدي بالاندودونتيك تريتمنت، اذا التوث فايتال راح ابدي بالبريودنتال تريتمنت، وطبعا ابقي البيشنت على الفولو اب. زين، نجي الى الجزء الثاني اللي هو البريودونتيك اند كونزرفاتيف دنتستري. From periodontal point of view، الفينش لاين احنا بشكل عام سواء للرستوريشن او مثلا الكراون او الفولنج يعني العادية، احنا نفضل انها تكون سوبرا جنجايفل حتى يكون اكو بلاك كنترول. لكن في بعض الاحيان هذا الكلام ما يكون واقعي، خصوصا بمنطقة الاستاتيك اريا اللي هي الانتيريور اريا. ما معقول انه واحد مسوي له مثلا بريدج او رستوريشن ويكون واضح ذاك هو الفينش لاين، وواضح انه رستوريشن اكو فد يعني فد خط صاير ما بين التوث والرستوريشن. لذلك احنا ممكن انه نتقبلها تكون within the gingival margin، او بعض الاحيان فد خلينا نقول 0.5 ملم سب جنجايفالي. هذا راح يكفينا انه ممكن انه يصير يعني سيطرة على البلاك كنترول. اكو فد شي بالبريدج اسمه الهايجينيك سانيتري بريدج اللي هو البونتيك، يعني منطقة البونتيك هذه انه احنا ممكن انه نسويها بمنطقة البوستيرير ريجين. منطقة البوستيرير ريجين بهالشكل هذا ممكن انه يسمح لي انه تدخل الانتر دنتال براش، واقدر انه اسوي البلاك كنترول بشكل صحيح. الموديفايد ريج لاب بونتيك هذه شنو؟ هذه يعني تحقق لي مينيمم او بين بوينت كونتاكت ويا الاورال ميوكوزا. طبعا هذا كله حتى يمنع الـ unwanted pressure على السوفت تشو، ويقلل لي البلاك اكوموليشن، وبالتالي يسهل لي عملية البلاك كنترول بهذا المكان، وراح يقلل لي اكيد راح طبعا السوفت تشو انفلاميشن، وخصوصا يعني طبعا اذا بهالشكل اذا قلل البلاك يعني اكوموليشن يعني بهالمكان هذا، فطبعا ما ياثر لي على الابوتمنت والبريودنشيوم اوف ذا ابوتمنت. طبعا لانه راح يصير يعني انه ممكن بريدنتال ديزيز بشكل اسرع. احنا هسه حاليا ريسنتلي، هذا ما موجود بالمحاضره، حاليا هسه الماتيريال الموجوده ده تحاول انه نوصل بها الى هايلي بولشد سيرفيس. يعني انه انا مثلا من استخدم سيراميك هايلي بولشد سيرفيس ما بي اي بوروسيتي، من استخدم فد نوع معين من الزرقون واحاول انه يكون هايلي بولشد سيرفيس وهو بايو كومباتبل وما يسوي البلاك اكوموليشن، هذا حتى لو صار كونتاكت ويا السوفت تشو مارجن فبالتالي ما راح يسوي البلاك اكوموليشن. ليش؟ لانه الجنجيفا راح تعامل وياه كانما انامول، وبالتالي ممكن انه يسوي لي اتاتشمنت عليه باي هيميدسموزوم، لكن لحد معين، ليميت معين. يعني مو معقول انه انا مثلا اسويها سب جنجيفال على الابوتمنت لدرجه انه انا اوصل قريب البون، لازم احافظ على فشي اسمه البيولوجيك ويذ. على العموم هاي معلومات إضافية هي لكم، وهذا موضوع هو بحد ذاته. على العموم احنا بالنسبة للرستوريشن اوف نورمال كراون، احنا المارجن مالتنا والكونتور لازم يكون نورمال، لا اوفر ولا اندر،
بحيث انه المشكلة انه طبعا الاندر بهالشكل هذا راح يترك لي سبيس بينه وبين الادجسنت توث، اذا صار اوفر فبالتالي ممكن انه يجمع بلاك، وطبعا اكو مشكلة بالكليننج والبلاك كنترول، فلازم يكون نورمال بحيث بالدرجة انه يسوي لي ديفليكشن اوف ذا فود يعني انتردنتالي، وبنفس الوقت يسهل لي عملية بلاك كنترول. الاوفر او الاندر يصير بيه مشاكل كلش كبيرة، وطبعا يسبب لي مشاكل انه مثلا خصوصا الاوفر مرات من يطلع من هالجنجيفا بهالشكل هذا، يعني هذا يسموه الامرجنس بروفايل، من يطلع بهالشكل ويروح على باتجاه التوث على شكل تراي انجل او غيره، فبالتالي راح يسبب لي مشاكل قلنا بالبلاك اكوموليشن ومشاكل بالبريودنشال. فدائما ابحث على النورمال مورفولوجي اللي هي ممكن تحقق لي النورمال كونتاكت ويا الادجيسنت توث. ان كونستراكشن اوف بريدج، لما اني اجي عندي فد اباتمنت بريدنتالي افكتد دنتيشن، يعني شنو؟ يعني انه هذه الاباتمنت بيها بريدنتال ديستركشن، ما اقول اكتيف ديزيز، يعني انا مو معناته انه انا ويا البلاك والكالكولوس والبوكت والاتاتشمنت لوس واجي اخلي عليها اخلي عليها فد بريدج، لا، احنا دا نحكي عن انه مثلا هو كان بي في البريودنتال ديزيز، عالجته اني واتخذت كل الاجراءات اللازمه لو صار هيلثي بريودنشوم، لكن ريديوس بريودنشوم يعني السبورت مالته صار قليل، هو صح هيلثي بس قليل. بهالحاله هذه لازم انه اني اخلي ببالي انه ازيد عدد الابتمنت، اوصلها الى ابتمنت يعني ممكن يكون هيلثي بريودنشوم ما صار بي ريديوسينج او ريديوست بريودنشوم، حتى ممكن انه هذا يسوي لي ستابلايزنج للبريدج وما ياثر لي على الافكتد دنتيشن اللي متاثره بالبريودنشوم. يعني مثلا هسه انا هذه الصوره هنا عندي، اذا لو فرضا انه هنا خلينا نقول عندي بريودنتال ديستركشن، فبهالحاله البريودنتال ديستركشن هذا راح ياثر على الكواليتي اوف ذا بريدج، وممكن انه طبعا يعني راح يسوي لي ديستركشن اكثر بالبريودنشيوم. طبعا هنا نفرض انه هنا قلنا مو اكتيف ديزيز، انه صار بي ريديوس البريودنشيوم ويعني صاير بس هيلثي هو، فبهالحاله انا احاول انه ازيد اسوي ماكسيمم كفرج للانتي ماكسيمم كفرج للاباتمنت حتى ازيد مثلا هذا البريدج على هذا التوث، حتى همي انا اسوي سبورت لهذا التوث حتى لا يظل انه يصير موبيلتي، وبنفس الوقت الاوت كام والريزلت مال البريدج ممكن انه طبعا اني استفاد من عندها. بالكلاس 2 كافيتي بريبريشن هنا أنا لازم البوكس مارجن نخليها سوبراجنجايفال، زين لنفرض انه انا عندي كاريز وممتد سبجنجايفالي، بهالحاله شلون؟ طبعا اكو حلول كثيره وهو هذا موضوع طويل يعني، بس يعني نفرض انه طبعا خلينا نقول ناخذ انسب الحلول انتم بالنسبه لكم، انسب الحلول انه انا اسوي لوكالايز جنجيفكتومي، انه احاول انه اسوي اكسبوز للمارجن. طبعا افضل الجنجيفكتوم بهيجي حالات طبعا يكون بالليزر لانه لا بليدنج ولا مشاكل، وممكن انه انا مجرد انه اسوي الجنجيفكتومي راح اقدر اكمل شغلي بدون اي مشاكل. اذا مديتها سبجنجايفال فاكو مشاكل كثيره، من ضمنها انه راح يصير عندي بلاك اكوموليشن، صعب انه اني ما راح يصير لي ان اكسسبل اريا فور انتر دنتال كليننج، ايضا انه انت من تمد سبجنجايفال وتريد انت مثلا تسوي كومبوزيت ما راح تقدر تسيطر على انه تسوي ايزوليشن بالشكل الصحيح، سواء حتى لو خليت رابر دام او ريتراكشن كول، فراح يصير عندي مشاكل. فبالتالي انه لازم اني احاول انه اخليها سوبرا جنجافال، سواء سويتها ب جنجفكتومي او انه اني احاول انه طبعا انه اسيطر على الموضوع بحيث انه ما امد سب جنجافالي يعني بشكل كبير. هسه هنا مثلا هذه عندي هنا كافيتي، وطبعا هنا صار جنجافال اوفر جروث وممتد الكيرس سب جنجافالي، فافضل حل الى انه اني اسوي فد ليزر جنجيفكتومي ويصير الموضوع اسهل، وممكن انه حتى بعدها اقدر اسوي ايزوليشن بشكل مضبوط اذا اردت اسوي كومبوزيت بحيث ما يصير عندي مشاكل بعدين بالكومبوزيت فيلينج، ولا حتى لو ايضا يعني ما يصير عندي هم يعني مشاكل ب الكليننج يعني سواء بالفلوسينج او الانتردنتال براشنج او غيره. بعض الاحيان بالفراكتشر توث
لما يصير عندي مثلا اكو فد فراكتشر بالتوت وممتد سب جنجايفل، اي نفس الحاله انا ابدا اسوي له مثلا كراون ابريج، الفينش لاين انا اسوي حتى ممكن انه اسوي للمارجن اسوي لها اكسبوز لك جنجيفكتومي حتى اقل من الكونتاكت ما بين التوث وما بين البريودونشيوم او السوفت تيشو. المارجن اوف ذا ريتينر اذا امتدت سب جنجيفالي، نفرض انه انا ما درت بال وصرت كيرلس وموديتها سب جنجيفال، وهنا احنا ما نقول سب جنجيفالي مثلا وذن ذا جنجيفا او تقريبا نص مليم سب جنجيفال، لا احنا انت مديتها تقريبا 1 إلى 2 مليم سب جنجيفالي. اللي راح يصير شنو؟ راح يصير ممكن انه بعد فتره عدل يعني طبعا بلاك اكوموليشن والجنجيفال انفلاميشن، هذا متاكدين من عنده وما تقدر راح تسيطر عليه البلاك كنترول بالشكل الصحيح. اللي راح يصير عندك راح يصير اكو بلو مارجن ديسكلريشن، وهذا طبعا كلش نشوفه بشكل كلش كبير لانه دا يصير براجر طبعا منطقه الجكشنال ابيثيليوم، لانه دا يصير براجر على المايكرو فاسكولار سيستم، بالاضافه الى انه دائما مثلا السيراميك فيوز تو ميتال، الميتال دا يصير ميتال شو من عندك ثين جنجيفال بايوتايب اللي هي تكون الثيكنس اوف ذا جنجيف ضعيف، بحيث هذا الميتال شو يبين من منطقه الجنجيفال سلكس، حتى لو تخلي بروب عادي بمنطقه الجنجيفال سلكس تشوف اكو فد خيال يبين هذا، لانه شنو اكو ثين جنجيفال بايوتايب، وهذا طبعا بمشاكل كثيره. وبعدين ممكن انه يسوي جنجيفال ريزيشن بعد يعني بلاك اكوميليشن وبون ريزوربشن جنجيفال ريزيشن، وطبعا يعني ان اكسبتابل، والبيشنت راح ياخذ انه فد فكره كلش يعني غير جيده عنك لانه شغلك ما مضبوط وهاي المشاكل. الكلاس 5 ريستوريشن ايضا نفس الحاله، انه طبعا راح يصير كونتاكت ويا سوفت تيشو جنجيفال مارجن، طبعا راح يصير مشاكل كل شيء، خصوصا اذا كانت الفلنج من النوعيات اللي هي باد كواليتي. وهنا انا قبل كنا نحكي عن الكومبوزيت اللي هي طبعا هسه الكومبوزيت الحديث هو هايلي بولز سيرفيس، يعني قبل كان اكو الماكرو هايبريد، هسه طبعا المايكرو هايبريد وبعدين صار النانو هايبريد، فصار قبل ان نقدر نوصل بالكومبوزيت الى هايلي هايلي بولس سيرفيس، وبالتالي يعني ما تسوي لي ديش المشاكل الكبيره اذا امتدت سب جنجيفال الى مثلا 1 أو 1 مليم أو 1.5 مليم، بحيث انه ما يصير فيوليشن للبيولوجيك ويذ، يعني ما يصير اني اتعدى منطقه البيولوجيك ويذ. اذا عندكم فد يعني شورت كم مساله البيولوجيك ويذ يعني اتمنى ان تقولوا لي حتى انه اشرح لكم، حتى لو فيديو فد 5 دقائق 10 دقائق، يعني هنا ما اطلع عن الموضوع حتى لا يصير متاهه. فاللي عنده مشكله بالبيولوجيك ويذ او ما فاهمه خلي يا ريت يقول لي، حتى انه حتى لو اسوي لكم فد فيديو منفصل بسيط. زين، فطبعا قبل يعني الفيلنج الاكسبتابل اللي هي ما تسوي لي مشاكل احسنها طبعا الجولد، واللي طبعا اختفت لانه هي تكون هايلي بولز سيرفيس، بعدها الامالجم اذا طبعا سوينا لها بيرنشنج بشكل مضبوط، وطبعا تجي الكومبوزيت والاكريليك. الاكريليك هي طبعا تعتبر اسوأ نوعيه لانه يكون بورس سيرفيس. زين، قلنا انه الكومبوزيت حاليا لا تعتبر يعني صارت نمبر 1 قبل الجولد. الكومبوزيت حاليا النانو هايبريد صار من نقدر نحصل من هاي البولش سيرفيس، وقلنا حتى ممكن انه اذا امتدت شويه بالجنجيفال سلكس فانا ممكن احصل انه الاتاجد ابيثيليوم يصير عليه يسوي اتاجمنت في حاله حال الانامل. زين، لو جينا نشوف هذا شنو المشاكل اللي صارت عنده. طبعا هذا ان استيك يعني ان اكسبتابل نهائيا. المشاكل اللي صارت بهذه شنو؟ اولا هذا الريستوريشن امتدد سب جنجيفالي، ثانيا الاوفر كونتور اللي حكينا عنه، الاوفر كونتور اللي امتد يعني الكونتور مالته بشكل كلش كبير بحيث طالع ما صاير سموث فينش لاين ويا التوت سيرفس، وبالتالي هو هذا اصلا مسوي لي مثل كانما دتشه يتجمع جواها البلاك اكوموليشن. فشغلتين، مد سب جنجيفالي وما صار صار اوفر كونتور فطلع عن التوت سيرفيس، وصارت عندي هنا مارجن يتجمع جواها البلاك اكومنيشن، اللي صار عندي شنو؟ صار فيوليشن البيولوجيك ويذ، وطبعا بون ريزوربشن وانسحبت صار الجنجيفال ريزيشن. ف
فهذا هسه صار المشكلة مالته همينة بريو، لأنه طبعا أنا هذه كلها لازم أعالجها الريزشن، ولازم هذا كله يتغير. فهاي المشاكل اللي يصير عندنا ولازم أنه واحد ينتبه عليها بأثناء العمل. نجي إلى الجزء الثالث اللي هو الأورثو أند بريو. الأورثودونتيك توث موفمنت أوف تيث وذ بريودونتال تشو بريك داون. من أجي إلى تيث بيها بريودنتال بروبلم او صاير بيها بريودنتال تيشو بريك داون، وخلينا نقول نوعا ما الديزيز هي اكتف. سويت الارثودونتيك تريتمنت وكانت بور الفورس، يعني كانت ان كنترولد اللي انا سلطتها بالباكيت والواير وغيره. هسه هنا اللي راح يصير شنو عندي؟ راح يصير عندي فد ديستركشن فظيع، وطبعا هذه ممكن نشوفها يعني بشكل كلش كبير. راح يصير عندي ديستركشن فظيع، راح يصير بون توث موبيليتي ايضا، ومشاكل كبيره بالبريودونشيوم. ليش؟ لانه الدستركشن اللي يجي من الانفلاميشن لوحده اقل بكثير من اللي يجي من الانفلاميشن والاورثودونتيك فورس والاكلوزر تروما. التروماتيك اوكلوجن اللي هو ده يسبب ليها هو نتيجه حركه الاورثودونتيك فورس، فراح يصير رابيد دستركشن واكثر. زين، بينما انا لو مثلا تيث healthy periodontium بس reduced، يعني شنو؟ يعني انا مثلا مثل ما ذكرنا قبل قليل انه البيشنت كان عنده periodontal disease، كان عنده periodontal destruction، سويت له كل التريتمنت المناسب وسويت له elimination للبوكت ورجعت له البريودونشيوم الى انه يكون healthy، بس هو قل البريودونشيوم، قل السبورت مالته، بس انا حاولت انه احافظ على الموجود وحاولت سويت له healthy periodontium. فبهالحاله حتى لو انا سويت orthodontic treatment لكن تكون properly performed orthodontic treatment، يعني محسوبة حساب بالنسبة للفورس، فاللي راح يصير الشيء الوحيد ممكن انه extensive orthodontic tooth movement، ممكن انه تكون اسرع باعتبار السبورت قليلة، لكن ما يسوي لي periodontal destruction، ما يسوي لي more periodontal destruction. طبعا احنا الـ adult عندهم مثلا مشاكل و periodontal disease، ممكن انه نشوف عندهم infra bony pocket. الانفرا بوني بوكيت اذا تذكرون انتم ماخذين بالمحاضرات محاضره البريودنتال بوكيت، يعتبر أسوأ من السوبرا بريودنتال بوكيت، على الرغم انه ممكن يتعالج. يعني يمكن السوبرا العفو سوبرا بوني بوكيت ممكن ما يتعالج، الانفرا بوني بوكيت يتعالج لكن هو أسوأ بكثير. الانفرا بوني بوكيت دائما التوث اللي يصير بانفرا بوني بوكيت ممكن يصير تيبت اور الونجيتد. ليش؟ لانه هذا البون ريزوربشن اللي صاير بيه واللي هو يسموه انجولار بون ريزوربشن ممكن انه يسوي لي موبيليتي بالاسنان، والاوكلوجن اللي راح يصير عليها راح يصير تروماتيك اوكلوجن، فيسوي بيها دريفتنج او مايجريشن الى فد مكان مثلا اوت اوف اوكلوجن، فيصير بيها تيبينج او يصير بيها الونجيشن او الى ما الى ذلك. بالتالي هذول اذا تسوي له اورثودونتيك موفمنت راح يصير ات هاي ريسك اوف بريودنتال ديستركشن. فلازم أنا أخلي ببالي هذا الموضوع أنه أنا لازم أسوي له periodontal treatment، good periodontal treatment، أبحث أحقق السبورت. وطبعا هذا على تفصيل كثير، ممكن أنه أنا هذا الانفرا بوني بوكيت أستفاد من عنده مثلا أنه أحاول أنه أرجع البون بشكل أو بآخر، وبعدين التوث مثلا أسوي له extrusion أو أقلعه أو أخلي مكانه implant، يعني بتفصيل. بس المهم يعني أنه طبعا هذا يصير يعني consultation بين الأورثودونتست والبريودونتست، لكن أنه القصد أنه هي البريودونتال تريتمنت تسبق لازم هذا الموضوع، الانفرا بوني بوكيت يتعالج، وطبعا لازم البلاك accumulation يحافظ عليه البلاك عفو الأورال هايجين، البلاك كنترول والاورال هايجين براكتس لازم يحافظ عليها طيلة فترة الأورثودونتيك تريتمنت. طبعا احنا لازم نسوي assessment للكلينيكالي وراديوغرافيكالي طيلة فترة الأورثودنتيك تريتمنت، وقبلها لكل الأسنان خصوصا إذا كان عندنا إنفرا بوني بوكيت، وبعد الأورثودنتيك تريتمنت كلها لازم تتعرض للأسسمنت. دائما أكو راديوغراف حتى نقيم الموضوع، حتى نعرف أنه هذا راح أقدر أحافظ على التوت، ما راح يصير عندي مثلا بعدين ممكن أنه أسوي له إكستراكشن لو الموضوع قيد السيطرة يعني بالنسبة للإنفرا بوني بوكيت بعد ما سويت له تريتمنت. فالتيث اللي بيها انفرا بوني بوكيت لازم اول شيء بريدنتال تريتمنت، وبعدها يلا انا ممكن اقدر اشتغل اورثودونتيك تريتمنت. هذا الموضوع مهم.
اكو نوعيات من البريودونتال سيرجري اللي نستعملها بالاورثودونتيك تريتمنت، وهذه طبعا تكون كلش مهمة. الغرض من عندها هو انه حتى لا يصير ريلابس بالتوث. فاكو انواع معينة من الاورال سيرجري اللي هي فايبروتومي، فرينوتومي، فرينكتومي، ممكن ريموفال اوف جنجايفال انفاجينيشن كليفت. اللي دا يصير شنو، انت اي توث موفمنت يصير بيها، مثلا سويت التوث روتيشن او غيره، البريدنتال ليجمنت فايبر بالاضافه الى الفايبرز الموجوده بالكونكتيف تيشو اوف ذا جنجيفا تحاول انه تسحب التوث مره ثانيه، ترجع التوث الى الوضعيه الاصليه، لانه هي هاي صار بها مثل الالونجيشن، هي بها ريزيلينس يعني فايبرز، فصار بها الالونجيشن بحيث يعني تحاول ان ترجع التوث لوضعيته الطبيعيه. فاني بعد ما تكمل الاورثودونتيك تريتمنت حتى اضمن ليصير عندي ريلابس، ليصير عندي انه التوث ترجع الى وضعيتها الاوليه، فبالتالي لازم اسوي انواع معينه من السيرجري اللي هي مثل الفرينكتومي والفايبروتومي. الفايبروتومي هو شنو؟ مثلا اني توث سويت له روتيشن، اكو جنجايفال فايبرز موجوده بالكونكتيف تشو اوف ذا فايب كونكتيف تشو اوف ذا جنجيفا، هي كونكتيف تشو فايبر اللي هي اكثرها سيركلر فايبر، هذه تحاول ان تفر السن ترجعه مره ثانيه لوضعيه اللي هو كان بيها. فمن اجي اسوي لها سيركلر انسجن، زين، او يعني احاول انه ادخل البليد بالجنجايفال سلكس اول اراوند ذا توث، اسوي لها كاتنج، بالتالي هاي راح ترجع تسوي ري هيلينج على الوضع الجديد اللي صارت بيه. يعني هسه انتم تسمعون هوايه ممكن انه التو، او ممكن اذا واحد لابس اورثودونتيك تريتمنت ممكن انه الاسنان يعني يفروها وترجع ورا فتره، يعني يفتر التوث، يعني يسوي له ابلاينس ويرجع يسوي له. فهذا علاجه انه يسوي له فايبروتومي اللي هو ممكن قلنا سالكولار انسجن اول اراوند ذا توث، حتى يسوي له كاتنج لهاي الفايبرز اللي اكثر هي السيركولار فايبر، وهذا ان السيركولار فايبر تحاول انه يسوي ري هيلينج على الوضع الجديد للبوزيشن الاورثودونت ديزايرد اورثودونتيك بوزيشن. طبعا الفرينكتومي والفرينوتومي، طبعا هي الفرينكتومي لان اكو ماسلز اتاتشمنت اللي موجوده بالفرينال اتاتشمنت خصوصا بين تو سنترال بالابر، وهذه تحاول انه الماسلز اتاتشمنت تكون ممتده الى الرافع اللي موجود او السوتشر الموجود بين تو هيمي ماكسيلا، فهذا اكو فد اتاتشمنت موجود لهذا الماسلز، فاحنا نحاول انه نسوي لها كاتنج، ونحاول ان نسوي كاتنج لهاي الفايبرز الممتده بداخل السوتشر حتى لا يصير بها انه دائما هي هذه تحاول ان تبعد between two bone، يعني هي كل ما تتحرك اللبس تتحرك وياها المسلز وتتحرك وياها الفايبرز الموجوده بها داخل هذا السوتشر between maxilla، فتحاول ان تبعد التو سنترال، لانه السنترالز يعني اللي هي بالابر اكثر شيء يصير عندنا، فتحاول انه تفتح البون عن طريق هذا السوتشر تفتحها وتبعد وياها السنترالز، وتصير عندنا هذه الدايستما. الجزء الاخير من المحاضره هو عن البروسودونتيك اند بريودونتيك الريموفابل بروسودونتيك. حكينا عن الفيكس بروسودونتيك وريستوريشن كونزرفاتيف، هسه نحكي على الريموفابل بروسودونتيك. نفس الحاله انه انا عندي نفس البرنسبل انه لازم احافظ على جود بلاك كنترول واحافظ على الاوكلوجن، لان البلاك كنترول والاوكلوجن اذا انا سيطرت عليها فاني ما عندي اي مشاكل ثانيه بالنسبه للبريودنشيوم. الاوكلوجن طبعا ياثر لي على انه طبعا ياثر على البريودنتال يعني تيشو، انه يسوي ممكن ديستركشن يعني بريشر على مناطق معينه، وبالتالي يسوي موبيلتي بالاسنان. والبلاك كنترول طبعا هو الشيء التقليدي الكلاسيك انه يمشي ويسوي له بون ديستركشن. زين، هسه طبعا النوعيات تمبراري ريموفابل بارشل دنتشر والكاستد، طبعا التمبراري اسوء مور دامجينج افكت لاسباب كثيره، من ضمنها انه هو طبعا ريتين بلاك، ريتين بلاك لان هو الاكريليك اصلا نفسه هو يكون بورس سيرفيس، فيكون يعني مسوي اتاتشمنت ويا كل سوفت تيشو، وبالتالي هو جمع اصلا بلاك اكوموليشن. اثنين، مكانه يم الجنجايفال مارجن ممكن انه السبيس خلينا نقول ما محسوب، يعني لا هو صاير بحيث هاي كونتاكت او مثلا تارك فد ريليف كونتاكت، انه نقدر انه نسوي منطقه ممكن انه جود يعني اكسس للبلاك كنترول. نفس الكلاسب اللي احنا نستخدمه فور ريتينشن هو نفسه يعتبر بلاك ريتينتيف فاكتور. عدا هذا
الدنشر بشكل عام خصوصا بمناطق اللي خلينا نقول الفري اند اكستنشن تسلط لاترال فورسز على التوث. هاي اللاترال فورسز كثير من اللي يلبسون بريود يعني عفوا كثير من اللي يلبسون الريموفبل بارشل دنشر تشوف انه يصير بعد عندهم بعد فتره تصير موبيليتي بالاسنان وقسم عندهم يخسروها. هذا ليش؟ لانه ماكو ريست على بهذا النوع من الدنشر، ولهذا الكروم كوبالت لحد ما يكون افضل، يعني اللي هو كاست ريموفبل يكون افضل على اساس انه بي كلوزر ريست. فممكن البريشر اللي يسلطه او الفورسز اللي تيجي من هذا الدنشر على التوث تسلط بشكل صحيح، يعني خلينا نقول تروح دايركتد along the يعني خلينا نقول اللونج ثرو يعني ذا لونج اكسس اوف ذا توث. بالتالي ممكن انه احنا يكون الامر مقبول اكثر، لكن مو معنى هذا انه الكروم كوبالت هو كل الزين، هم به مشاكل، هم يسوي البلاك اكوموديشن بس لدرجه ما تكون اقل من الاكريليك ريموفبل. طبعا الديزاين بالكاست ريموفبل طبعا اكيد تعرفوها انه لازم يكون فد 5 الى 6 ملم اواي فروم ذا جنجافل مارجن حتى اصل يعني اسيطر على مساله البلاك كنترول. طبعا عندنا المشكله الحقيقيه مثل ما ذكرت قبل قليل انه لما يصير عندي فريد اند اكستنشن وعندي انتيرير تيث، الانتيرير تيث طبعا ما تكون ضعيفه، كل اللاترال فورسز والليفرج تورك راح تسلط عليها وبالتالي راح تنتهي انه راح يصير اكو موبيليتي بالتيث. وطبعا هذه شائعه كثيرا وممكن تشوفوها هواي بشكل كلش كبير في حياتكم. وطبعا لهذا افضل حل اللي عندهم فري اند اكستنشن وخصوصا يعني بحيث باقي عنده بس الانتيرير تيث، افضل حل هو اكيد الامبلانت لان هو الحل النموذجي لهذا الموضوع. لهنا تنتهي المحاضره، يعني ما اعرف يعني انا اتمنى انه انتم تسالون اذا عندكم اسئله، يعني ممكن انه انا مدى ما ادري اكو بيكم بدي اوصل لهم المعلومات بدي توصل لهم المحاضره بشكل صحيح او ما توصل، اتمنى ان تسالون لانه هو هذا يعني الوسيله الوحيده انه الكوميونيكيشن بيني وبينكم حتى اعرف شلون توصلكم المعلومات بشكل صحيح او لا. انا حاضر لاي سؤال ان شاء الله، وان شاء الله تكون استفاديتوا. شكرا جزيلا لكم.